السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس في التعليقات عندي على الفيديو او في البث المباشر بيجي ويقول يا شيخ هو انت ايه؟ مذهبك ايه؟ ومذهبك ايه دي مش يقصد بيها شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا ايه، انما يقصد بيها انت صوفي ولا اشعري ولا سلفي ولا ايه بالظبط. وانا منذ نعومة اظافري دائما ما اقول الا يكفي مسمى الاسلام؟ هو انا لازم ابقى مسلم وحاجة بعديها؟ ما ينفعش ابقى مسلم وخلاص. الله عز وجل قال هو سماكم المسلمين، فسيدنا ابراهيم اطلق علينا مسمى المسلمين ونحن مسلمين، وان الدين عند الله الاسلام، وهذا هذا الوصف يكفي. وانا شايف ان التفريعة دي بتاعت كل واحد في ناحية تفريعة بتنتج عنها تفرقة وبينتج عنها حروب. لو انت تتبع مدرسة معينة وبتنظر للآخرين على انها مدارس فكرية معتبرة قد يكون فيها الجيد وقد يكون فيها ما لا تتفق معه، مفيش مشاكل. لكن لو انت شايف انك واقف على ارض صلبة وما يعني ما ينتمي الى جماعات اخرى او الى مدارس اخرى هم فساق وفجرة وكذا، هذه هي او هذا هو السم الذي دمر الاسلام والمسلمين. انا هفضل طول عمري مسلم ومسلم بس، وهنظر لكل اللي حواليا ان هي مدارس قد اتفق مع بعضها وقد اختلف. ما في مدرسة تركت كل الحق، وما في مدرسة حوت وحازت كل الحق.